قال وهو الوصف الأعلى، المثل الأعلى فسرها بماذا؟ الوصف الأعلى. إذن له المثل الأعلى. هنا في هذه العبارة يا أخوة تقديم وتأخير، تقديم الخبر على المبتدأ وتأخير المبتدأ على الخبر. ولماذا يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم؟ لغرض ماذا؟ لغرض الحصر والقصر. نعم. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ليس لله سوى الوصف الأكمل، ليس هناك وصف ناقص لله جل وعلا، فالوصف الأكمل هو الثابت لله سبحانه وتعالى. إذن ماذا استفدنا من هذا السياق، من هذه الصيغة ولله المثل الأعلى؟ استفدنا أولا، ما هو تعريف القصر يا أخوة؟ تعريف القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا، إثبات الحكم للمذكور. الآن ما هو الحكم الذي يثبت لله جل وعلا؟ ما هو؟ نقول أول شيء إثبات الوصف الكمالي لله جل وعلا. طيب، ونفيه عما عدا، نفي ماذا؟ نفي المثل الأعلى عن غير الله جل وعلا. وهل في هذه الآية نفي أم الآية إثبات؟ نقول الآية إثبات ونفي. من أين أتينا بالنفي والإثبات؟ من صيغة الحصر، من صيغة الحصر، لأن صيغة الحصر كما ذكرنا تقتضي إثبات الحكم للمذكور، أي إثبات المثل الأعلى لله، ونفي المثل الأعلى عن غير الله، نفي المثل الأعلى عن غير الله، أي ليس هناك ذات متصفة بالمثل الأعلى سوى الله جل وعلا، ليس هناك سوى الله من هو متصف بالمثل الأعلى سواه جل وعلا. نعم.